سأل يقول: العقل من المخلوقات المعظمة والتي ميز الله بها الإنسان عن سائر مخلوقاته، وإعمال العقل هو ما يجعلنا نميز الحق من الباطل، فكيف يمكن أن يكون العقلانيون خوارج كما ذكرت؟ وجزاك الله خيرا. طيب، العقل مقيم ومميز إن كان على الحق، إن كان على الحق. وكونه الناس يقول لك الإنسان ربنا ميزه بالعقل، ربنا ميزه بالدين مش بالعقل، ودي كلمة كثير من الناس بيطلقها، يقول لك ربنا ميزه بالعقل فقط. طيب، ها ده شارون ده عنده عقل ولا ما عنده؟ والله ميزه ما ده مش ده، ما استخدم عقله استخدام صحيح. إذا أنت أضبط كلامك، تقول الإنسان ميز، ربنا ميزه بالعقل عند استخدام العقل الاستخدام الصحيح. أما لو استخدمه غلط، ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، يبقى الأنعام أحسن منه، أحسن منه إذا كان هو ما استخدم هذا العقل استخداما صحيحا. طيب، وإذا استخدمه غلط ما يسمى عقل أصلا، لأن العقل هو ما يعقل صاحبه، يعني بيحبس صاحبه عن فعل الأخطاء وفعل الغلط. كويس؟ فالخوارج وغيرهم من الضالين ومن المنحرفين، ربنا آتاهم عقول وما ظلمهم، أعطاهم عقول ما ظلمهم، لكن ما استخدموا هذه العقول في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته وفي سلوك الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وجزى الجميع على الحضور والاستماع، ونفع الله بما قلت وجعله في ميزان حسنات الجميع. ننوه إلى محاضرة الغد والتي ستكون إن شاء الله بعنوان الرد على دجال الفضائيات، ألا وهو محمد منتصر الإزيرق، وقد قتله الأشياخ في اليومين الماضيين، ولكنه سينصب غدا بإذن الله غرضا لسهام الحق تفريه فريا وتقتله قتلا. فنقول لأتباعه وهم عندنا معلومون: اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح غدا من استعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.